أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم رائدة الأعمال الجميلة مدام خديجة من إليغانس باي كاتي. أهلا مدام خديجة. أول شيء أحب أرحب فيكم، أهلا وسهلا عندي بالمحل. أهلا وسهلا فيك عندنا بالبرنامج، نورتينا. وبداية منحب تعرفينا المزيد عنك وعن بداياتك مع المكان. أول شيء اسمي خديجة من المغرب، جيت صار لي 6 سنوات بالبلد. فأول ما أجيت اشتغلت في مجال إعلانات، بعدين بالريال استيت، وبعدين صار لي فترة إنه صرت أفكر إنه أفتح مشروع خاص لإلي. فالمشروع هذا إنه أنا كانت عندي، ما كانت عندي فكرة إنه أفتح ملابس مغربية. فكنت أول مثلاً ما بطلع مثلاً للمول بكون لابسة جلابة أو شيء، يصيروا يسألوني من وين هذه، من وين جبتيها. فقلت ليش لا أفتح محل يكون خاص بثقافتنا، وقلت أفتح محل يكون يعني تقريباً حابة أفتح في كل الوطن الخليجي إن شاء الله. طيب ممكن تعطينا المزيد من التفاصيل لنا وللمشاهدين، شو أنواع الألبسة اللي بتقدموها وشو اللي يميزها عن غيرها؟ في عندي ملابس يعني خاصة بعزومات، في عندي ملابس للأفراح، في عندي ملابس مثلاً واحد مثلاً طالع للدوام، فكل هذا الشيء عندي موجود بالمحل. اللي بنتميز بيه عن باقي المحلات هي الكواليتي، أهم شيء الكواليتي. تاني شغلة إنه بلعب على الألوان الصيفية اللي بتعرفون إنه دبي يعني الحر، فهذا أهم شيء. وبالنسبة عندي كل السايزات، وبتعامل يعني بجيب هذه الشغلات كلها من المغرب، يعني أنا اللي بختار الألوان، أنا اللي بختار الخياطة، أنا اللي بختار كل شيء. وتاني شغلة يعني حبيت أجهز كل شيء عندي بالمحل، من جلابات، من قفاطين، من تكشيطة، من المخاوير، حتى المخاوير يعني مسوياهم ستايل مغربي، من أكسسوريز، من البلغة، يعني البلغة تبع رجالي ونسائي. ما شاء الله المكان شامل كل شيء. طيب حبينا نعرف شو خططك المستقبلية وشو الرؤية المستقبلية. بالنسبة للخطط المستقبلية إن شاء الله حابة أفتح فروع في الإمارات، يعني مثلا الحين عندنا تغطية بس على دبي، بس إن شاء الله من هون لقدام حابة أوصل لكل الإمارات إن شاء الله. أتمنى لك دائما التوفيق والنجاح وتوصلي للدول الخليج كافة إن شاء الله. آمين يا رب إن شاء الله. خديجة، باعتبارك رائدة أعمال بالإمارات صاحبة خبرة طويلة بهالمجال، شو نصيحتك لأي حد عنده اهتمام يأسس عمله الخاص بالإمارات وفي دبي حصراً؟ بالنسبة للنصيحة اللي راح أقول إنه هاي البلد، أول شيء أنا دوم بقول كلمة إنه هاي البلد بلد فرص، فالواحد أول ما تجيه فرصة لا يتأخر، الفرصة لا تتعود. وأحب أشكر كل الشكر لشيوخ هالبلد على الأمن والأمان اللي نحن عايشين فيه. بالأخير بدنا نشكرك لتواجدك معنا وتخبرينا وتخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع إليغانس باي كاتي. بالنسبة للموقع موجود بأبو هيل بالمول المنظر سنتر، وبالنسبة لرقم التواصل 0569887277. أهلا وسهلا فيكم. شكرا جزيلا لك، منا لك دائما التوفيق والنجاح. آمين يا رب. يا رب. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.